Mia, Sonja, اللي جابك هنا؟ انتوا مش معقول. مش معقول ليه؟ دي بلدنا. ايوه بس نعمة. انتوا اللي ايوه انا ليه؟ اللي ايه مالك؟ لا ولا حاجة، بس ما كنتش متصورة الاقيكم هنا. ودينا تقابلنا، ده من حسن حظنا عشان نقضي مع بعض وقت حلو. بعدين عند سلطان يقبله ولا يهمك مين؟ ايه تعالي هنا، تعالي عندي. افتح عليك يا صلاح. مسكينة انت فين؟ يا جدع انت، تعالي انت برضه، تعالي بقى، اوعى تعالي. قفشتي. اتأدب يا جلال. قلة أدب، مسخرة. مسخرة إيه بس يا معلم؟ أنتوا فهمتوا المسألة غلط. إيه اللي جاب البت دي هنا؟ دي أختي. أيوه أختك. صحيح، أختي حبيبتي. وليه لأ؟ عشان ما هي أحلى مني شوية؟ أصلها طالعة لمامي وأنا طالع خنشور لأبويا. أختي حبيبتي. الله، ما يصحش كده يا حمادة، الناس واقفة. ايه وحشاني. حل شعرها. لمي شعرك يا اختي، لمي يا اختي. اختي حبيبتي، اختي حبيبتي. يا الف اهلا. هي الست اختك اسمها ايه؟ سونيا. يا عمي عاشت الاسامي يا ست سونيا. اتفضل هضيوفك وتعالى يا جلال. لا لا يا بابا، دي لازم ترجع. ترجع ازاي يا جلال؟ لا 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 لا، ضيوفك لازم نكرمهم. صح يا عمي، لازم نكرمهم. لا يا عمي، لازم ترجع. صحش كده يا صلاح، ترجع ازاي؟ اوعى اختي حبيبتي. تعالي نكرمك.